بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وأصبر الصابرين يا أبا الحسن يا علي. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هو نقطة العلم الغزير، ومن له نص الغدير، هو الهدى والهادي، هو آية الله العظيمة في الورى والصدر في الأصدار والإيراد. من أيد الله النبي بسيفه جهرا وسرا سائرا، أورادي صنو الرسول ونفسه وشريكه فيما عدا الأرسال للإرشاد. حارت جميع الخلق في أحواله، لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. حارت جميع الخلق في أحواله من ثاقب الإفهام والنقاد. إذ كان لم يعرفه إلا ربه ونبي رب الفخار البادي. ماذا تريد أيها الشاعر؟ كأني به يقول: من كانت هذه أوصافه
ومن كانت هذه أحواله أيشج في الشهر الكريم كريمه في ورده ظلمين بسيف مرادي قد غاله وسط الصلاة مناجيا لله في المحراب شر معادي لهفي له لما علاه بضربتين نجلايا قد سقيت بسم عنادي وبقي ثلاثا مدنفا لا شاكيا بل شاكرا إذ حاز خيرا مفادي متبتلا ومحمولا ومهللا ومكبرا قد فزت بالاستشهاد فبكى جميع العالمين لرزقي والنيرات تجللت بسوادي نعم الجميع كان يبكي على أمير المؤمنين لما أصابه أساسا لا يوجد أحد بالكوفة إلا وقد بكى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولذلك نعم كأني بزينب سلام الله عليها وهي عند أبيها لما رأت أباها مضرج بدمه وهي تنظر إلى حاله قد عصب رأسه بعصابته فأخذت تناديه بهذا النداء سيما إذا أغمي على أمير المؤمنين شدق لها يا ليث الغاب جاوبني جاوبني يا ليث الغاب يا داح الباب أني زينب أني زينب يا داح الباب يا بويا شلون أنفاسك تروح وتبقى أنفاسي يا ليت اللي فضخ راسك من قبل اياك فضخ راسي ولا تعوف اهلك وناسك يا بعد اهلي وناسي ذاب القلب جاوبني ذاب القلب والله ذاب لكن أمير المؤمنين هم فتح عينه لكن شنو شاف أمامها تدري أنه علي بن أبي طالب يغمى عليه تارة ويفيق أخرى لما أفاق شنو شاف أمامها فتح عينيب حنان وشاف راس ابني تهب صدره
مسح راسي العقيل بإيد وإيده تغطي الطبرة وقال لها ضعيف الصوت يا بنت كفي العبرة وذخر الدمع حق مصاب مثل ما يصير مصاب بعدها يا بنتي جاية أن بالعاشور أشوفها الوقت ماثل وأشوف اللي فضخ راسي يفضخ راس أبو فاضل واللي من يتمكم يخليكم بلا كافل لعين اللي لعين اللي بيرم الجود حرم ليتام من الإجراء بعد هالفقرة وأسألك الدعاء وام حسين يا زينب ما تنوصف أحواله كأن بسهام كأن بسهام لمثلث يوقع وسط دلاله وما صدره الطاهر بدوس الشمر بن عاله وتعال عليك يا بنتي اصبري يا زينب وتعال عليك يا بنتي تغير الخيل بالأطنان ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد حرب الجمل وحرب النهروان لكل حرب دوافعها وأسلوبها ومخططاتها وإن اختلفت الأفراد لنقف قليلا عند هاتين الحربين والذي أنا أعتقد التأمل فيهما مهم جدا لنستفيد نحن في حاضرنا حرب علي مضى عليها ما يقارب 1395 سنة تقريبا
ولكن ما زالت معطياتها وأحداثها حاضرة في وجداننا وفي منهجنا وفي قلوبنا، وكذلك نعم في حركة الشخصيات لكلا المنهجين، منهج علي ومنهج أصحاب الجمل، منهج علي ومنهج واقعة النهروان. شنو الدوافع؟ أولا بشكل مختصر أنا أقف عندها. أما حرب الجمل دوافعها واضحة، دوافعها إما المصلحة العامة، عفوا المصلحة الشخصية التي كان يتحرك بعض أقطاب حرب الجمل من أجل المال والمركز والجاه والسيادة كما سوف تلاحظون ذلك، وإما من خلال العداء والاستغلال لبعض أفراد أقطاب الجمل. معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه كتب كتابا، أنتم تعلمون أن أول حرب هي حرب الجمل، ثم صارت حرب صفين، ثم بعد ذلك حرب النهروان. لما بويع أمير المؤمنين وحصل ما حصل من الإجراءات الإدارية عند علي بن أبي طالب في عزل بعض الشخصيات كما حدث في أكثر الأمصار الذين كانوا عليها ولاة، سواء كان في اليمن أو في البصرة أو غير ذلك، فكتب معاوية إلى الزبير ابن العوام، لاحظ التعبير، فكتب إليه: أما بعد فإني قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا واستوسقوا، إلى أن قال: فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليها ابن أبي طالب، فإنه لا شيء بعد هذين المصرين أو المصرين، وقد بايعت لطلحة ابن عبيد الله من بعدك فأظهر أو فأظهر الطلب، محل الشاهد، بدم عثمان، وادع الناس إلى ذلك. زبير تبغى الكوفة؟ لو تبغى البصرة وأنت طلحة، إن أردت أحدهما فما عليكما إلا أن تطالبا بدم من؟ عثمان. ارفعوا شعار قميص عثمان. طيب، عائشة، عائشة، لا أريد أن أدخل أنا في بعض الأمور حتى لا تكون هناك إثارات في بعضها، ولكن الشيء الواضح على أقل تقدير هناك عدة أسباب، ومن ضمن الأسباب أنها استغلت من بني أمية، مروان بن الحكم، الوليد بن عتبة وغيرهم، هذه الشخصيات استغلوا عائشة استغلالا كبيرا، سواء كان شعرت أم لم تشعر. وبالتالي انضم هؤلاء الأقطاب، أقطاب المعارضة في الجمل، زبير وطلحة وعائشة من ورائها بني أمية، وأعلنوها حربا على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. مع كل ما رأت عائشة وسمعت من الروايات التي قالها النبي صلى الله عليه وآله، إلا أنها ماذا؟ أصرت على مواجهة علي، مواجهة مسلحة، تنطلق نعم من مكة والمدينة
إلى البصرة، وبالتالي بسبب بطلب ماذا؟ بطلب دم عثمان أو التشبث بقميص عثمان. لاحظوا المسألة، سعيد بن أبي العاص وهم رايحين إلى البصرة التقى بهم فتكلم مع عائشة فقال: ما الذي أخرجك؟ شنو السبب هذه الحرب؟ فلما علم بأن السبب دم عثمان ضحك واستهزأ وقال: إن قتلت عثمان هم من ورائك يا أم المؤمنين. اللي قتلوا عثمانك كلهم، زبير ممن ثار على عثمان، طلحة ممن ثار على عثمان، شخصيات كثيرة، مروان كان يؤلب يستغل الفتنة، فضحك واستهزأ. هل القضية فعلا دم عثمان قميص عثمان أو أن القضية أكبر من ذلك؟ القضية مصلحة، طلحة كان من وراء حربه مصلحة، زبير كان من وراء حربه لعلي مصلحة، عائشة من وراء حربها لعلي بن أبي طالب. قلت لك هناك عدة أمور، لكن من ضمنها استغلال شنو؟ بني أمية لعائشة، حتى أن عبد الله ابن الزبير أول رجل مزور في التاريخ الإسلامي. زور كيف؟ زور يعني شهادة زور، شهادة زور، لأنه لما وصلت إلى منطقة الحوأب تذكرت حديث النبي، وكان يحذر نساءه أنه إحداكن لا تكون ماذا؟ تلك المرأة التي تنبح عليها كلاب الحوأب، وخص الكلام لعائشة، حتى أن الرواية: أسمعت يا حميراء؟ بهذا التعبير ورد عند أهل العامة. هي لما راحت هناك وسمعت، والرواية مشهورة معروفة، تذكرت الحديث، أرادت أن ترجع، ركبت على جملها وأرادت أن ترجع، قالت: أنا سمعت النبي، أرجعوني. كذا ظلوا إياها يوم وليلة يبغون يقنعونها. فعبد الله بن الزبير إيش سوى؟ راح جاب شهداء شهود من نفس تلك المنطقة، ما يقارب 40 أكثر أقل، قال: تعالوا اشهدوا إن هذه المنطقة ليست شنو؟ الحوأب. هذا طبعا له دلالات مهمة أنا راح أشير إليها. زين، صارت الحرب، حرب الجمل، ما نبغى ندخل في تفاصيلها. حرب النهروان حدثت، دوافعها شنو؟ دوافعها مو مسألة مصلحة، ولا مسألة والله أن ابن ملجم أو موسى بن الأشعث أو فلان يبغون الكوفة وواحد يبغى كذا، لا لا مو هذه. هذه الشخصيات التي حاربت علي في النهروان إنما كان ماذا؟ غباء، كان جهل، سذاجة، عدم وعي سياسي، عدم خبرة، عدم حنكة، الأخذ بالظواهر فقط، ما يحاول يفكر في العمق. رفعوا مصاحف قالوا دول أيضا مسلمين، سووا كذا قالوا يا علي خل صالحهم، فعلوا كذا، هذه سذاجة، قلة خبرة، عدم وعي، تزمت نعم بالفقه من حيث لا يعرفون. وبالتالي دوافع حرب النهروان غير دوافع حرب شنو؟ حرب الجمل. حرب النهروان اللي قادوهم قيادات حرب النهروان اللي والجيش كله اللي وصل 4000 مصلين لحيهم طويلة يسبحون يصلون صلاة الليل، لكنهم أغبياء سذج لا يفهمون، لا يملكون وعيا سياسيا. هي حربين حدثت في التاريخ أيها الأحبة.
يحتاج الإنسان أن ينظر نعم في واقع هاتين الحربين أيها الأحبة. اليوم يحملون شعار، شنو هذا الشعار؟ شعار الحرب ضد الإرهاب. شوف الكلام هو كلام، هناك حملوا شعار الحرب ضد قتلة من؟ عثمان. اليوم يحملون الاستكبار العالمي والدول، كل الدول نعم إلا ما شذ ونذر، تحمل شعار الحرب ضد الإرهاب. زين، عندما حملوا قميص عثمان ودم عثمان، تأمل وين؟ الذين قتلوا عثمان هم أنفسهم حملوا شنو؟ شعار المدافع عن عثمان. اليوم أقطاب الإرهاب وأصحاب الإرهاب والمتمركزين نعم على سلم الإرهاب هم يحملون شعار أننا نريد أن نحارب الإرهاب. من هو الإرهاب؟ فتش عن الإرهابيين جيدا، من هم الإرهابيون في العالم بأسره؟ أنا لا أتكلم عن حدود منطقة الآن، أمريكا إرهابية أم لا؟ إسرائيل إرهابية أم لا؟ نعم الدول الإسلامية كحكام بشكل عام يتعاملون مع شعوبهم بالإرهاب أم لا؟ هذا يحتاج أن تنظر، أنت عليك أن تعي، تفكر، تتأمل. في البحرين اليوم بشكل خاص يقولون علينا أن نشدد على الإرهابيين. من هم الإرهابيون؟ المسالمين في بيوتهم الذين يخرجون ويطالبون بحقوقهم، يطالبون بكرامتهم، يطالبون بحقوقهم، يطالبون بحريتهم، أهؤلاء الإرهاب أم الذين يهجمون على المناطق والقرى ويغرقونها بمسيلات الدموع ويغرقونها نعم بالرصاص الانشطاري، والذين يهجمون على بيوت الناس ويروعونهم في الليل والنهار؟ حددوا لنا. على الإنسان أن يتأمل ويفكر. النتيجة واحدة أيها الأحبة، أثاروها حربا على علي بن أبي طالب. لماذا؟ قالوا لأننا نريد أن نطالب بماذا؟ بدم عثمان. اليوم نعم يثيرونها حربا على الناس، قالوا نريد أن ماذا؟ أن نقاوم الإرهاب. ولذلك يحتاج للناس أن تتأمل بصدق، هذا من جهة. ومن جهة أخرى علينا أن لا نكون ساذجين كأصحاب النهروان أيها الأحبة، أيها الشباب، أيها الآباء، الذي نعم حرك أهل النهروان كما قلت لك البساطة، عدم الوعي، قلة الخبرة، عدم اتباعهم لولي الحق وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قد ما كان يحاول يفهمهم، يحاول يعلمهم، يحاول يقول لهم، إلا أنهم نعم ثاروا على علي بن أبي طالب. يسألون نعم عن أمور بسيطة جدا في الفقه، لكن لا يسألون عن القتل، ولا يسألون عن الدمار، ولا يسألون عما يفعلون نعم من ترويع النساء. في ذاك الزمان أنا أتكلم، زمن علي بن أبي طالب، ارجع إلى ما فعل أهل النهروان نعم بالناس، كيف أنهم ينزلون يقتلون الناس في بيوتهم. ولذلك لا بد للإنسان أن يكتسب الوعي، الخبرة. اليوم حركة الفتنة قوية جدا. مروان بن الحكم لعنة الله عليه، هذا الرجل لما راحوا إلى وين؟ إلى مكة. شوف شلون يحركون القضية. لما راحوا إلى مكة على بساطتها الآن، في ذاك الوقت صار وقت الصلاة،
والرجل فيه خبث وأنتم تعلمون. فالتفت إلى زبير والتفت إلى طلحة وهو قاصد بذلك، فقال لهما: يا زبير ويا طلحة، أيهما منكما أعظم فنقدمه إلى الصلاة حتى نصلي خلفه؟ زبير قال: شلون؟ هلاك طلحة قال: ما تقول؟ أصحابهم ها عند جماعة وهذا جماعة، كل واحد يبغى يقدم منه صاحبه، حتى نعم كادت أن تكون هناك فتنة مقصودة من مروان، مقصودة من مروان. تدخلت عائشة في الأمر وقدمت نعم ابنة أختها عبد الله بن الزبير، قال: هو خلي يتقدم وصلي بالناس. هو تقدم وصلى بالناس، بس محل الشاهد الأساليب هي الأساليب. أنا نصيحة واحدة فقط، نعم في ذاك الزمان إلى يومنا هذا نقول أنه لو أن الناس اتبعت علي بن أبي طالب لما حدثت حرب الجمل، ولما حدثت حرب ماذا؟ حرب النهروان. وإذا حدثت حروب أخرى فإن نعم أمير المؤمنين سوف يكون القوة الضاربة لمعاوية بن أبي سفيان بطبيعة الحال، لأنه هو الولي الحق. لكن في زماننا مع ارتباطنا بالإمام الحجة، إلا أن الإمام الحجة قال نعم أيها الناس، مو قال في رواية، لا الروايات كثيرة، لكن أحالنا على من؟ على العلماء. قال: ارتبطوا بالعلماء الأتقياء المؤمنون الفاهمون الواعون، لديهم الخبرة. ولذلك حذاري أن يفرقنا أولئك الأعداء عن علمائنا. ما إن تمسكنا بعلمائنا سوف نكون بأحسن حال. ماذا يقول العلماء؟ علينا نعم أن نتمسك بهم، أنا وأنت وكل إنسان. ولذلك ماذا يقول أهل الخبرة أهل الوعي السياسي؟ ولا أريد أن أتجاوز نعم كثيرا، ولكن من الواضح وأقولها بكل صدق، وطالما قلتها أيضا في هذا المكان، ما إن تمسكنا بآية الله. الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ومن ورائه العلماء، هذا الرجل الواعي الحكيم الفاهم العالم المؤمن التقي الورع، فإننا سوف نكون بأحسن حال إن شاء الله. ثم أنه أيها الأحبة، احنا في الواقع شوف، لا يوجد هناك إنسان قد التفت به الأمة بكاملها بمن فيهم الرسول الأعظم. ولذلك إذا كان شخصيات ساذجة مغرضة طائفية حاقدة تنال على سماحة الشيخ أو تنال من هذا الشعب الكريم، فإنها إن شاء الله سوف ترد إلى نحورهم. نحن لا نريد أن نتكلم بمثل كلامهم وبمثل أوصافهم، لو كانت هناك حكمة نعم تدير الأمور، أقول بصدق لا لم تصل إلى هذا المستوى ولم تصل إلى ما وصلنا إليه، لكن إن شاء الله بثباتنا وقوتنا ووعينا سوف نتجاوز كل محنة بإذن الله، سيما إذا التصقنا بخط آل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أمير المؤمنين، وما أدراك ما أمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالب. إذا كان هذا الثمن فأهلا به، أما أننا تريدون منا أن نترك علي ووعي علي وحكمة علي وقيادة علي، فإن ذلك محال على محبي أمير المؤمنين، لأن هذه النفوس في كل يوم تقول
اللهم أمتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب، وأحينا على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب. هذا حال الناس، وهذا حال المجتمع الذي يمثل في هذه البلاد على أقل تقدير 70%. بتقولون 65 كيفكم، لكن هي هذا الواقع. ولذلك نحن ملتزمون بخط علي بن أبي طالب وبولاية أمير المؤمنين. وهذه الليلة كل محبي علي بن أبي طالب يتذكرون ما جرى على أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة، هذه الليلة الذي كان فيها أمير المؤمنين على فراش المرض بأبي وأمي، يتقلب يمينا شمالا، يغمى عليه تارة، يفيق أخرى بأبي وأمي. ولذلك يقول محمد بن الحنفية، يقول: بتنا مع أبي أمير المؤمنين في ليلة العشرين من شهر رمضان، وقد سرى السام في جميع بدني الشريف حتى وصل السام إلى رجل أمير المؤمنين، وهذا لسان حاله عندما يقول: هالليلة أبونا مس بشدة. يا علي، اي والله الليلة أبونا مس بشدة، وجرح الذي براسه صار حدا، والسم لعد جسمه تعدى. وويلا والله، والسيم لعد جسمه تعدى، وبروحه أشوف فيلوج وحده. هذه الليلة أمير المؤمنين نعم معصب بعصابة، وكان الناس في هذه الليلة يعودون. يقول أصبغ بن نبات: لقد مررنا على بيت علي وسمعنا الصراخ والصياح من داخل الدار، فجلسنا على الباب ارتفع صياحنا، بكينا على علي. خرج إلينا الإمام الحسن، قال: يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا إلى بيوتكم. انصرف الجميع، يقول: إلا أنا بقيت. وارتفع صياحي وبكائي. خرج إلي الإمام، قال: يا أصبغ، ألم نأمركم بالذهاب؟ قال: نعم سيدي، ولكن رجلاي لم تطاوعني، أنا ما أقدر أمشي حتى أرى سيدي. دخل داخل، استأذن من علي، قال له: تفضل يا أصبغ. أصبغ صاحب علي يقول، اسمع وصف أصبغ ابن نباتة: لما دخلت على أمير المؤمنين وإذا به معصب بعصابة صفراء، لا أعلم العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العمامة. فنعم بكيت لما رأيت أمير المؤمنين بعد أن سلمت عليه، فقال: يا أصبغ لا تبكي، فوالله الجنة. قلت: أعلم سيدي، ولكن أبكي لفقدنا إياك. لا والله زينب عدها مجال،
يعني روحي شوفوا لي أطباء، جيبوا إلى أبونا طبيب خلي يعالجه. ولذلك هذه الليلة جاءوا بالأطباء إلى أمير المؤمنين، دخل نعم بعض الأطباء، ولكن لم يكن طبيب أحدق من عمرو بن هان السلولي، كان طبيبا ماهرا معروفا في علاج الجراحات. أدخلوه إلى بيت الإمام، وإذا بالإمام لما رأى الطبيب كأني به نادى لتعالجوني بالدواء. قلبي ترى ذا لتعالجوني بالدواء، قلبي ترى ذا أنا الطبيب اللي أداوي الجرح بترى، واليوم ما عندي دواء، دواء ضربة المحراب. وإذا بالطبيب طلب رئة شاة حارة حتى نعم يأخذ منها عرقا ليدخله في جوف جرح الإمام. وإذا بزينب لما علمت بوجود الطبيب كأني بها أخذت تنادي يلي الداوي بالدواء. ضربة الوالي اطلب علينا كل عزيز وكل غالي، اطلب ما تريد ايها الطبيب. نعم لكن ليرجع علينا امير المؤمنين سالما، اويلي اطلب علينا كل عزيز وكل غالي. لكن ابو الحسنين يتعافى قباه، اجركم الله. واذا بالطبيب اخذ عرقا فادخله في جرح الامام، واذا بالدماغ الامام قد تكلل على ذلك العرق. فالتفت الطبيب إلى الإمام فقال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك وأوصي وصيتك، فإن ضربة الشقي مسمومة وقد وصل السم إلى قلبك وإلى كبدك، رحم الله من نادى وعليا. أجركم الله. تأمل آل البيت لما عرفوا هذه الحقيقة، شوفوا هذا الموقف. هذا بحسب الروايات الإمام الحسن أخذ يبكي فقال بني أبا محمد لا تبكي، أخذ يهدئ أخذ يصبر، وشاف الحسين يبكي بكاء عاليا فقال بني أبا عبد الله لا تبكي، لقد أجزل الله لك عظيم الأجر لك ولأخوتك. أخذ مرة يهدئ الحسن ومرة يهدئ الحسين، ولكن لم يبكي أمامهما وإنما ما أخذ هو يهدئهما. لكن اسمع هذه الكلمة، لما دخلت زينب وبكت لم يقل لها أمير المؤمنين شيئا، ما قال زينب لا تبكي، لا، وإنما هو أخذ يبكي مع زينب العقيلة.
وسيدا. وإذا بزينب ألقت بنفسها على أبيها علي على أمير المؤمنين وهي تنادي أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين اللئام يا أبتا دمعتنا عليك لا ترقى وحزننا عليك طويل. ولذلك نعم هذا لسان حالها نزلت الكوفة يا علي قشر علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة قشرة علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين فالك عسى فال السلامة يا ضي العين. قالها الحسن يا اخت السلامة للأب منين ما تنظرين السيف شق غرج بيه. قالت يا خيين اطلب من الله السلامة وقوم ابو الحسنين وتمم صيامه ونعيد بزينه ولا نعيد يتامه. قالها يا ثكل العيد لا تتذكره أولي يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام وكان الخبر وصل يصير ابرك الايام واحنا بعد ليله ويوم ونصبح ايتام عند الفجر كهف الأرامل تفقدي وصاحت عسى بعيد البلاه يا قرة العين وبالموت لا تفاول على عز المسلمين اسم الله على كهف الأرامل والمساء لا قالها الله يا حسن نفقد ولي أويل اللي فتح عيون المرتضى والدمع والدمع يجري. قالها يا زينب بالنجف محفور وويلا اي والله بالنجف محفور قبرين. وقالت يا ابو الحسنين بعدك كيف صبري يا ابوي كيف ارجع بلياك المدين. قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم.